أنعمتم مساء أعزائي متتبعي ومحبي قناة حرية بريس، مرحبا بكم من مدينة إفران من سويسرا المغرب. مدينة إفران ترتدي لباسا أبيض كأنها عروس تزف إلى عريسها الزائر. لا زالت الثلوج تنزل بكثافة وعلى شكل كويرات صوفية منذ الصباح إلى اليوم، وقد غطت الثلوج الأرض وارتدت الطبيعة لونها الأبيض بعد أن اكتست الخضرار وأن اكتسى الخضرار طبيعتها الخلابة. الحمد لله على هذه الخيرات وعلى هذه التساقطات المطرية والثلجية التي انطلقت منذ شهر يناير وساهمت في تخفيف من معاناة السوق أو سوق السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي، بحيث خلال الشهور الماضية تدفق وحج إلى مدينة إفران العديد من الزوار، جاءوا من كل حدب وصوب لمعانقة الطبيعة ومعانقة الثلوج ولتزحلق بطبيعة الحال بالنسبة لعشاق تزحلق على الثلج أو هواة الثلج بشكل عام. إفران تغري بالزيارة اليوم، السلهام الأبيض، صاحب السلهام الأبيض أو الضيف المحبوب المقبول بطبيعة الحال يعاود زيارة مدينة إفران للمرة الثانية أو الثالثة، وفرحة عارمة في أوساط بطبيعة الحال التجار وغيرهم والزوار وعشاق الثلج، وإن كان البعض من شريحة هامة من المواطنين يعانون الأمرين بطبيعة الحال فيما يخص توفير التدفئة. وبالنسبة لمربي الماشية والفلاح بشكل عام لتوفير العلف والكلاء للماشية ديالهم أو للقطيع. الثلج أو السلهام الأبيض زاد المدينة والمنطقة وجوهرة الأطلس أو سويسرا المغرب رونقا وجمالا وبهاء وحسنا. فعلا إفران دائما كانت جنة الأطلس ولؤلؤة الأطلس، وتغنى بها الشعراء والكتاب ووصفوها بمجموعة من الأوصاف، كما غنى بها المرحوم الفنان إبراهيم العالمي أغنيته التي ظلت راسخة إلى يومنا هذا، محلى إفران ومحلى جماله ومحلاها عشية ما بين غسانه. نتمنى هذه التساقطات أنها تساهم في خضرار الطبيعة وفي جماليتها حتى يتمتع الزائر والعابر بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجذابة، وحتى يعيش لحظات ممتعة خلال فصل الربيع وخلال الصيف. إفران أصبحت قبلة للسواح طبيعة الحال الداخليين الزوار في معظم فترات السنة، لأن هذه السنة جائحة كورونا هي التي ساهمت في التقليص من عدد الزوار، لكن بعد التساقطات الثلجية الأخيرة عرفت ازدهارا وتدفقا على المدينة، مما ساهم في إنعاش السياحة أو الاقتصاد المحلي بشكل عام والتخفيف
بطبيعه الحال من ثقل المصاريف للناس اللي هما كيعتمدوا في المدخول ديالهم على السياحه. بعد اغلاق مثلا اغلاق بطبيعه الحال الحدود بسبب هذا الوباء، دونك السياحه الخارجيه او الاجنبيه والاوروبيه بطبيعه الحال ماشي غير تقلصات ولكن نقول انعدمت بشيء بشكل، بينما السياحه الداخليه عرفت بعد التساقط الثلجيه الاخيره من شهر يناير الى الان عرفت واحد النوع من مال الازدهار نسبيا. بعدا اذا هنا فقط هنا كنوجه نصيحه للزوار وعابرين اصحاب العربات والشاحنات وغيرهم وغيرهم انهم يخطوا الحذر في الطريق فمزيدا من الحذر مع الطريق تلافيا بطبيعة الحال وتجنبا للحوادث السير التي تقع ووقعت هذا الصباح وذهب ضحيتها بطبيعة الحال ثلاثة أشخاص وآخرين جرحى، وكاين حوادث خفيفة الحمد لله. كنطلب الله السلامة، ولهذا ننصح هؤلاء بالتأني لأن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة كما يقال، وأنهم يأخذوا الاحتياطات ديالهم فيما يتعلق بالتزود بالوقود بالسيارة ديالهم بعدم إفراط السرعة باتباع توجيهات ديال الجهات المختصة من تجهيز وسلطات، وأنهم ما يدخلوش في مشادات مع هذوك الحراس اللي كيكونوا في الحواجز الأمنية أو الحواجز ديال الثلج لأنهم أدرى بالمصلحة ديالهم، وما يغامروش بحياتهم بحياة الآخرين فيما يتعلق بالسرعة واحترام علامة التشوير. إذن هذه كلها نصائح كنوجهوها للسائقين والعابرين باش ياخذوا الاحتياط ديالهم. إذن المنظر عام جميل جدا، المدينة تلبس ثوبا أبيض ناصع البياض كأنها عروس تزف كما قلت لعريسها. ما زالت بطبيعة الحال الثلوج تنزل منذ الصباح، وهي مناسبة كذلك للناس اللي هما زاروا مدينة إفران خلال هذه العطلة، صدفهم الثلج إذا سيتمتعون بطبيعة الحال بالهدوء وكذا ولكن كذلك بالثلج. الحمد لله هذه التساقطات الأخيرة أنعشت ولو بشكل نسبي الوديان والفرشة المائية، وإن كانت بواحد الشكل ماشي هذا ولكن الحمد لله على كل حال اللهم عمش ولا هذاك. وما كتشوفوا مواقف السيارات كلها موجود، طبيعة بطبيعة الحال بمدينة إفران بدأت تستعيد عافيتها بعد أن عرفت واحد نوع من الجفاف أول شح الأمطار قلة المياه، لكن الحمد لله بدأت الحياة كتوف في الطبيعة وبدأت الخضرة والخضرار كيبان في العوش في المساحات الخضراء في الأشجار إلى غير ذلك. الحمد لله على كل حال
كنتمنى والله سبحانه وتعالى يمن علينا حسب الحاجة بطبيعة الحال. لأن الماء هو كل شيء. إذن أعزائي المتتبعين أو المتابعين لقناة حرية فريق، شكرا لكم على حسن التتبع، وإلى اللقاء في موضوع آخر. وكنتمنى من الجهات المختصة من جماعة وسلطات أنهم يهتموا بأسد إفران، لابد ضرورة تستدعي ترميم ديالو من جديد، لأنه بدا كيتآكل، وخاصة أنه الآن له منافس بمدينة إيموزار، حيث قام واحد الشباب بتهيئة أسد حينما وجدوا مثلا صخرة على هيكلة أسد، وراهم كينحتوها الآن تبارك الله عليهم. بينما أسد إفران كان نحتو كما يذكر أستاذ ديال الفنون التشكيلية ديال الرسم من فرنسي جون مورو. هادو شباب ديال إيموزار أبدعوا في نحت هذا الأسد من صخرة، قيل أنه أحدهما كان الأب ديالو هو اللي شرع في البداية في نحت هذه الصخرة على شكل أسد، لكنه لم يكمل المهمة وجاء أو أتى ابنه ومجموعة آخرين من الشباب بنحت أسد إيموزار. إذن من يظهر الآن؟ هل أسد إفران أو أسد إيموزار؟ الشيء اللي كيطلب من الجهات المعنية بمدينة إفران أنهم يقوموا بترميم الأسد، والمحيط ديالو يؤوب واحد الشكل جذاب ليغري بالزيارة. إن كان الأسد إفران فله تاريخ طبيعة الحال منذ الحماية وهو يظهر، بغينا يستمر كذلك في الزئير ديالو. شكرا للمتتبعين، كان معكم محمد الخولاني من مدينة إفران.